طلقني تراس جامت عنيني ويحوس على سبتي جاني سوال قال بديتك بالسؤال تسامحني لا تجحدش يكون صادق في المقال انا من الاقواط ماني شي منا وبسوالك فكرتني زادوا الاعلان يا 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 الاقواط اقواطين في معرفتنا يا 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 والاقواط المعروف في الاقواط كسال الأقواط اللي جاب ميزو شرقينا يا قصاب اللي ناسو زايخة همة ودلال ما يرضو بالذل اللي عاشلنا ونغيرو على النيف رخاصة في المال الله الله كي نتفكر ذاكر وطن وجماعتنا يا ونصوب تحيلة نطير مع لوعالي الله يا الأحباب خنتم عهدنا حليلينا يا في الخطار نظل نسال من يغفل عنا حسيب مولانا غير انا في ظنتي ماني بدال